عرفت المكان ده ازاي؟ الياس. لما بدأنا نيأس أنا وفيروز إن حالة سارة تتحسن تاني، بدأت فيروز تفكر في كل الحلول اللي ممكن تساعدني. عشان أنا ما كنتش قادر أفكر، أنا ما كنتش قادر أتكلم. أي أمل كان ممكن يرجع لنا سارة تاني كنا نتشعلق فيه. ماجي شرحت لنا الموقف. الدكاترة في المستشفى ما قدروش يشخصوه. الوقت كان اتأخر. وماجي ما قدرتش تعمل حاجة. لا يا بنات! لا يا راجل! لا! انت ماتت قدام عينيا. وانا ما قدرتش اعمل لها حاجه.